مقابل او يعني مشهد موازي للمشهد الاحتفالي النهارده اللي تم في شوارع وميادين مصر، خرجت بعض القوى يعني في مظاهرات محدوده، بعض الحركات والقوى السياسيه في مظاهرات لرفض اتفاقيه ترسيم الحدود اللي وقعتها مصر مع المملكه العربيه السعوديه، وفي تحديدا يعني ايضا اعتراضا على موضوع الجزر، جزر تيران وسنافير. النهارده قوات الامن قفلت شارع عبد الخالق ثروت اللي هو مقر نقابه الصحفيين امام المره علشان تمنع اي تظاهرات او احداث شغب او عنف. محيط نقابه الاطباء كمان حصل فيه نفس الشيء وتمركزت هناك بشكل مكثف، خصوصا ان دعوات التظاهر كانت في هذه الاماكن في مسيرات صغيره محدوده خرجت في عده اماكن ومناطق زي مثلا ميدان المساحه في الدقي، وتم التعامل مع اي تجمعات خارجه عن القانون ممن لم يخطروا الداخليه. طيب انا معايا الاستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين. مساء الخير يا استاذ جمال واهلا بحضرتك. اهلا بيك. مساء الخير استاذ ريهام. اهلا بيك. قولي الاول ايه اللي حصل النهارده وادينا فكره عن التظاهرات او التظاهره اللي كانت خارجه للاعتراض على اتفاقيه ترسيم الحدود. والله احنا بالنسبه لنا من الامس وهناك عشرات من سيارات الامن المركزي كانت تتمركز في محيط شارع عبد الخالق ثروت امام نقابه الصحفيين وفي الشوارع المجاوره لمبنى النقابه. هذا امر بالنسبه لنا ما فيه، لا توجد فيه مشكله خالص تماما، ولكن المشكله حدثت في الصباح عندما تم منع الزملاء الصحفيين من الدخول لمقر النقابه، وهذا امر يشكل جريمه لان الصحفي هو بيته الاساسي هو نقابه الصحفيين، علاوه على ذلك انه تم القبض على عشرات من الصحفيين اثناء تاديات عملهم في اماكن متفرقه من القاهره الكبرى. فوجئنا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعدد كبير من المواطنين تم السماح لهم، يعني في الوقت الذي منع فيه الزملاء من دخول مقر نقابتهم سمح لعدد من المواطنين حاولوا اقتحام مقر النقابة لولا تصدي أمن النقابة الداخلي لهم، ووجهوا اتهامات وبالخيانة لعدد من الزملاء الصحفيين اللي كانوا متواجدين داخل مقر النقابة. يمكن احنا النهاردة دعينا لاجتماع طارئ. هل قوات الأمن ما تعاملتش معاهم لما عملوا ده؟ لا، للأسف الشديد هذا حدث تحت حماية الأمن. للأسف الشديد تحت حماية الأمن؟ يعني الأمن الذي منع الصحفيين من دخول مقر النقابة هو نفسه الأمن الذي سمح لهؤلاء المواطنين من الدخول إلى أو على سلم النقابة ومحاولة اقتحام المقر والاعتداء على الزملاء الصحفيين. وبالتالي يمكن هناك اجتماع طارئ لمجلس النقابة غدا إن شاء الله لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الانتهاكات التي حدثت على سلم النقابة اليوم والاعتداءات على الزملاء الصحفيين أثناء تجاه عملهم، لأن الصحفي طبيعة عمله أن ينزل للشارع وأن ينقل الأحداث للصحف المختلفة، فهذا للأسف شديد كان أمر غير مقبول بالمرة اليوم، اعتداءات صارخة على الزملاء الصحفيين أثناء تأديب عملهم. طيب أنا عايز أعرف لماذا، يعني حضرتك قول لي برضو الصحفيين اللي تم منعهم من دخول النقابة أو اللي تم القبض عليهم، يعني على أي أساس أو على أي خلفية ليه تم منعهم؟ والله ده أمر غريب، يعني إحنا في السنوات الماضية لاحظنا اعتداءات صارخة على الزملاء أثناء ديت عملهم وكأن الصحفي يحمل طبنجة أو هو إرهابي. لا، الصحفي بيؤدي عمله تماما مثله مثل ضابط الشرطة، مثل أي موظف في الدولة مكلف بتغطية عمله، لكن أن يتم التعامل مع الصحفي بهذه الطريقة وبإهانات شديدة والاستيلاء على متعلقات والاستيلاء على أجهزة المحمولة يعني اليوم ما هو السؤال، هو السؤال هل هم كانوا داخلين النقابة فاتقبض عليهم ولا هل هم كانوا بيتظاهروا مثلا فتم القبض عليهم، يعني هم تم القبض عليهم تحت أي ظرف؟ بعضهم كان أثناء دخول مقر النقابة منع من الدخول، والبعض الآخر تم القبض عليهم أثناء تأديات عملهم في
في عدد كبير من الميادين العامة. وعلى فكرة احنا بالامس اصدرنا بيان نشدنا فيه الزملاء بالالتزام بالتقاليد وبميثاق الشرف الصحفي، وقلنا احنا لا علاقة لنا بالمظاهرات لا من قريب ولا من بعيد، احنا الهدف الاساسي ان يقوم الصحفي باداء عمله بالتغطية. وبالتالي معظم الصحفيين كانوا بيؤدوا عملهم وليسوا كانوا في مظاهرات. طيب هل تم الافراج عن بعضهم زي ما سمعنا النهارده انه الداخلية اعلنت هذا الكلام؟ بالفعل تم الافراج عن بعضهم، ولكن البعض الاخر لم يتم الافراج عنه، في لا يزال عدد موجود حاليا في اسم الدقي، لدرجه استاذ ريهام ان وكيل نقابه الصحفيين الزميل خالد البلشي منع من دخول قسم الدقي لمتابعه حالات القبض على عدد من الزملاء الصحفيين. تمام. طيب انا بشكرك جدا استاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين، واحنا حاولنا او زملائي حاولوا ان هم يتواصلوا مع